العباقرة قادرون باختلاف الموسم الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الرابعة، وهفكركم بالنتيجة. أمون 90 كليوباترا 60. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء 60-85 أو 90-115. أحمد طارق. نعم. السؤال الأول، علوم، ما هو المعدن الوحيد الذي يوجد فيه حالة سائلة؟ الزئبق. الزئبق يستخدم في الترمومتر. برافو عليك، الهدف الأول. برافو عليك أحمد جعفر، هدف إلى مقابل منا محتاجة تتعد. السؤال الثاني، علوم، عضو بجسم الإنسان هو الأكثر استهلاكاً لأكسجين الدم، فما هو؟ بيستهلك من 20-25% من نسبة الأكسجين في الدم يومياً. إيه يا منا؟ الدماغ. الدماغ. وبعدين هم بيسقفوا لك وهم قلقانين. لا لا لا، هم قلقانين. لا الله، بس انا هي صح. متاكده يعني؟ انا متاكده، انا نفسي ابقى دكتوره. عايز تبقي دكتوره؟ اه. الهدف الاول، احلى دكتوره كمان. شكرا لمنة ولاحمد طارق، وطبعا علاء فوزي والهلباوي. الهلباوي وعلاء فوزي. كده هدف مقابل هدف. محمد خلف، السؤال اللي جاي ليك ان شاء الله. لو اجابتك غلط هروح لمحمد درة، لو اجابتك صح هسأل محمد درة سؤال. السؤال الثالث، معلومات عامة. صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة لأول مرة عام 1958 في إحدى العواصم، فما هي؟ بمقتضى الدستور تم تشكيل مجلس أمة مشترك. القاهرة. القاهرة، إجابة خاطئة. لندن. لندن. أنا قلت الجمهورية العربية المتحدة مش المملكة المتحدة. دمشق. إجابة خاطئة. في دمشق طبعاً مجلس أمة مشترك ما بين المصريين والسوريين، استمر لحد ما تم الانفصال في سبتمبر 1961. السؤال اللي جاي أحمد سليمان. السؤال الرابع، جغرافيا، ما هو النهر الذي يشكل أكبر حوض تصريف في العالم؟ هو ورافده بيصرفوا مساحة بتزيد عن 7 مليون كيلومتر مربع. الأمازون. الأمازون تاني أطول نهر في العالم. الهدف التاني، هو من الأنهار الأكثر غزارة في العالم، فأنت فكرت. برافو عليك. هدفين مقابل هدف. عبد الله صالح، محتاج تتعادل يا رب. سؤال خامس، جغرافيا، في أي ولاية أمريكية يقع شلال برايدلفيل؟ ارتفاعه حوالي 189 متر في حديقة يوسمتي، في ولاية ايه يا عبد الله؟ كاليفورنيا. في كاليفورنيا. الهدف الثاني، في شرق سان فرانسيسكو. برافو عليك يا عبد الله، هدفين مقابل هدفين. السؤال اللي جاي محمود ابو اليزيد. السؤال السادس، الرياضة، ما هو أول منتخب عربي يفوز بكأس آسيا لكرة القدم بركلات الترجيح عام 1983؟
88. كسب كوريا الجنوبية 4-3، والبطولة دي كانت في قطر. محمود إجابتك. كويت؟ لا مش الكويت. إجابة خاطئة. حازم إجابتك. العراق. يا نهار أبيض. أكتر منتخب عربي مين اللي كسب البطولة دي؟ السعودية. صح يا دورة، السعودية فعلا. إجابة خاطئة. سؤال كان سهل جدا، طار بين كنتوا الاثنين. ده اللقب الثاني على التوالي سنة 1988. طارق الشاذلي، السؤال اللي جاي ليك. ماشي. لو إجابتك غلط وإسلام جاوب صح طاروا ال 25 نقطة. السؤال السابع، حل المسألة الآتية. 512 على 4 زائد 12 يساوي كام؟ 512 على 4 زائد 12. طارق 140. الهدف الثالث. الهدف الثالث. برافو عليك يا طارق، لحقت في آخر ثانيتين. الحمد لله الحمد لله. 3 أهداف مقابل هدفين. إسلام سعد فرصتك الوحيدة هي الإجابة الصحيحة، غير كده 25 نقطة لفريق أمون. السؤال الثامن، حل المسألة الآتية. 616 على 4 زائد 16 يساوي كام؟ 616 على 4 زائد 16. إسلام 129. إسلام سعد للأسف الشديد إجابة خاطئة. 170 يا إسلام. عرضك 115 أمون، 60 كليوباترا. فجأة تساوت الرؤوس، 3 نقاط عند كل فريق. كلمة السر في ماتش النهاردة أحمد سليمان، تألق ورجع بفريق أمون في البطولة. أداء الفريق النهاردة الحمد لله كويس، طبعا في أحسن من كده بس إحنا بنتحسن تدريجيا مع المباريات. حط فريق كليوباترا في موقف صعب جدا. أداء فريق متوتر نسبيا، لكن إن شاء الله نحاول نرجع في المباراة، حتى لو ما كسبناش نجيب سكور كويس. كليوباترا كمان مش هو ده أدائهم المعقول. معرفش إيه اللي حصل، في حاجة غلط النهاردة، بس إن شاء الله نحاول نهدى كده، ويعني إن شاء الله في العجلة نعوض بإذن الله. خلينا نشوف عجلة الحظ هتبتسم لكليوباترا ولا أمون هتحافظ على التقدم وهتسيب المجموعة دي مولعة. المباراة اتلخبطت يا فريق كليوباترا. النهاردة أداءكم عجيب جداً، أنا مستغربه بصراحة، وأكيد أحمد سليمان فرق مع فريق أمون طبعاً جداً. طبعاً دي الحقيقة. طبعاً طبعاً لسه في فرصة، لسه عندنا 100 نقطة، لسه بدري. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة عجلة الحظ والعباقرة.